حدثنا احمد بن يونس حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداه والعشي فان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار